اليوم حنوريكم منتجات بديلة للمقاطع. طبعا هذه بديلة الأوريو وبديلة كيكات وبديلة سنيكرز، وهاي بديلة كوديدور، وهاي بديلة كندر بوينا والملكة. يلا نشوف، يلا سلمون. هذا بديل أوريو. الأوريو خلينا نفكها نشوف شلون. تقريبا نفس الشيء، نفس شكل الأوريو. شو اسمها هي؟ ماكسو. نشوف. غريبة كبديل ممتازة، يعني ممكن بعطيها 75% قريبة من الأوريو. طيب اللي بعده شو؟ كيت كات. اللي بعده بديل الكيت كات. الكيت كات يعني ممكن تميزها من 100 شوكولاتة تانية في القصة بتاعها، حتى في البني بتحس الدسم كتير الكيت كات. اللي بعده هو بديل للسنيكرز، فيلا نشوفها. نفس الحشوة تقريبا، فيها كمان المقطع. خلينا نشوف. شوف هاي الكراميل محشية بالفستق. كاكاوية. فستق. فستق ولا كاكاوية؟ في سوريا يقولها فستق كاكاوية. ثاني عندنا الفستق، فستق حلبي. طبعا هذه قنبلة الموسم، بديل شوكولاتة الفيل. الكوتيدون قصده. طيب يلا نجرب. احنا نقولها فيل يا اخوي. عادي كلها زي ما انت تقول للبندق بالنسبة الفستق. انت تقول كاكاوية، احنا نقول فستق. هلا شوفهم في ميزة جديدة. شوف في اثنين بندق لكل حبة. اعطيني واحدة. تفضل. شوفوا كمية البندق. شوفوا شوفوا. شو هالكرم هذا؟ طيب وبديل يعني أرخص من الكوتيدور، وهي مش مقاطعة. مقاطعة 10 من 10 يا بابانا. وهذه بديل الكندر بوينو. بس هيك. اسمع الصوت. في مستوى. بس تحس طعمة السكر هون أكثر. هلا آخر شيء رح نجرب بديل الملكة. شو عندك أيوب؟ أنا بالفندق. وأنا عندي الدارك. يعني هون شو كاتبين؟ كاتبين إنه 70% منها كاكاو. فعلى أساس إنه هي كومبليت كاكاو. من مومنت. أنتم ركزوا معي في كمية الفندق الموجودة في المومنت. يعني صاحب المصنع كريم. ممتازة. تقريبا نفسها اللي جربناها من قبل. نفسها. تقريبا نفسها. مش بجربها. على أساس إنه هاي. أوه. أنا الدارك ما عنديش أنا على بالي. أنا يوم ما بحب الدارك، بحب الحلو بس. جرب. مش دارك حلو. بس زي الدارك هذوك الغاويات. يعني اللي بيحب الدارك هاي حتعجبه كثير. هاي ما كاسة قهوة يا معلم. اللي بيعرف الكاكاو وبيحب الشوكولاتة القوية حتعجبه هاي. بأمانة أبو المختصر. يعني كانوا بديل ممتاز منيح. بديل في السعر، بديل كمقاطعة، بديل كشن عبد الله. خلص شو صدر نحكي نتكلم بس تم مقاطعين أهم شيء. وهي البدائل. وهي البدائل بتكون في الأسواق الليبية ومنورين. نشوفكم فيديو جديد.